المظاهرات السلميه والشعب مكافه يعني التيار الصدري كله، لا الشعب كله زين، ناس تعاني من المطالبات الكهرباء الخدمات، الناس يعني تعبت من صار 20 سنه تعبت، وسيد دعا للاصلاح وخلي بلد نظيف ودوله لها هيبتها وشخصيتها ومحترمه بكل الدول. الفساد صار علني يعني ماكو، والناس عاطلين زين، لا مستشفيات، مستشفيات تعبانه زين، الدراسه يعني انا ابني يعني طب كليه ماكو، لا تعيين لا دراسه بيها خير لا هذا، يعني الوضعيه تعبانه، يعني بلد احنا عايشين ببلد تعبان. احنا نريد مطالبنا، يعني احنا شو نريد من الحكومه؟ اذا ادت العالم يعني اذا ادت العالم كل شيء خير وسلامه، اقعد على الكرسي شو قد ما تريد، احنا شو الغرض بيك؟ احنا ما نريد ما عندك شيء. هاي العالم الفقراء انت ليش يعني اذيت العالم؟ اذيت العالم ليش يعني؟ لحد من يعني؟ للأسوأ يعني، هاي الحكومه للأسوأ ما بيها فرد شيء يعني للاحسن، فاحنا طلعنا للاصلاح لحد ما يأدون مطالبنا. يعني ما يصير هيك، ملينا والله العظيم ملينا. احنا 20 سنه مبيوقين، 20 سنه كافي، خلينا نغير الحكم، خلينا نعطي فرصه للسيد، خلينا نعطي فرصه، كافي هاي الشباب تعبت كافي، هسه اتحدى واحد عنده 10,000 بجيبه، ملينا بالقران ملينا، يعني مبشر يروح يدايل له 1000 2000 يجيبهن هنا. هاي اخير فرصه للعراقيين، اخير فرصه. نايم بالبيت، ولك نايم بالبيت شو تسوي؟ شو تسوي نايم بالبيت؟ هناك بالبيت وتقول والله ماكو شغل، وتم بيدك ماكو شغل وماكو، ولك اطلع غير من حياتك. العراق جوعان، مو جوعان، العراق هو بالحضاره، هو بالخير، هو بالتمر، هو بالنفط، بس حكومتنا ظلام. اليوم ولد العراق يطالبون بحقوقهم. اول ما بدا مقتدى قال؟ قال النفط للشعب، قال النفط للشعب والحقوق للشعب، فهم اختلفوا عليه. فاحنا شو نريد خويا؟ احنا نطالب، نريد مقتدى، ونريد حكومه مقتديه، ونريد حكومه تكون صدريه وتطالب بحقوق هذا الشعب. اليوم من داخل مجلس النواب نحن الاعتصامات ثابتين وباقين تحت امرك سيدي، انت ابن الزهراء ونحن تحت امرك يا ابن الزهراء، ولم نخرج من مجلس النواب الا بتغريده منك، وكما خرج جدك الحسين من اجل الاصلاح، نحن وانت خرجت من اجل الاصلاح. عمي المتنة التواليات بها تبريد، احنا قلوب ما شادينا كفينك علي. التواليات بها قلوب، احنا قلوب ما شادينها. الكهرباء ساعة يجيبونا ساعة يطفونا 6 ساعات. عمو احنا نبقى هنا ما نطلع منا الا نموت. زين ما نطلع منا الا